وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة عمرنا، وأصلح لنا آخرتي التي فيها معادنا. اللهم اجعل خير أمور آخرة. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح وافس أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق أئمتنا وولي أمرنا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر من نصر الدين، وخذل من خذر المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ودعوني أستجب لكم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التقمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليه، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم بالألف آلفا، وبالباء بركة، وبالتاء توبة، وبالثاء ثوابا، وبالجيم جمالا، وبالحاء حكمة، وبالخاء خيرا، وبالدال دليلا.